السرطان هي الخطر والتبدد السرطاني القادم في داخل الأمة العربية وجسد الأمة العربية، مش إسرائيل يعني نهائيا. التقارب السني الشيعي لا يمثل مشكلة؟ بالعكس، السعودية بالعكس، احنا عندنا تقارب سني شيعي جيد. يعني اليوم تقاربنا مع شيعة العراق وهم طبعا شيعة، معانا تقارب قوي جدا. اليوم كل عرب العراق، أكثر عرب العراق الشيعة اليوم، سمعت كيف؟ الآن وجه يعني ظهرهم الأساسي السعودية، عرفت؟ احنا ما عندنا مشكلة مع الشيعة نهائيا. حتى الشيعة السعوديين الآن يعني هم شركاء في الوطن والهوية، ما لنا علاقة. احنا مذهبهم اوكي، هم يمارسون مذهبهم في حدود عدم الاعتداء على ثوابتنا اللي هم أمهاتنا المؤمنين والصحابة، هذا الشرط الأساسي. لا بكي يعني هم إذا كانوا إذا هم يضمرون هذا الموضوع في داخلهم، هذا موضوعهم، أبدا مش صحيح. السعودية لو لم تتخذ لو لم تتخذ الإجراء والقرار الحاسم بالدخول في عاصفة الحزم، كان الحوثي وصل إلى العمق الاستراتيجي المصري، وكان وصل الحوثي طول عمره كل أكثر دول العالم العربي. بالعكس، أعتقد السعودية عملت يعني نوع من السد المنيع، عدم تسلسل أو تسلل قصدي المشروع الفارسي من اليمن للعالم العربي. سمعت أنا يعني اللحظة الأخيرة اللي أصدر فيها القرار الحرب لعاصفة الحزم، كان ممكن الحوثي يكون قدام بيتي وبيت كل الناس موجودين في السعودية، يعني هو كان على الحدود، ما عاد في مجال، يا تقاتل يا بعلاج تقبل دخولهم لك، ما في مجال. وبعدين قلت لك يعني السعودية رفعت راية الدفاع عن الأمة العربية ورفعت راية حماية العمق الاستراتيجي من خلال قرار الحرب على الحوثي. بالعكس، وبعدين زي ما قلت لك ما تورط السعودية أبدا. لا تنسى حاجة واحدة، الحرب هذه حرب عصابات وحرب كونية في اليمن، هي مش حرب حوثية ترى، ولا هي حرب شرعية. الحرب في اليمن هي حرب كونية، حرب كونية. أوروبا وأمريكا والغرب كله يدعم هذه الحرب عشان يبيع سلاح، ويستمر في بيع السلاح، وبالتالي الضحية العربي، عرفت علي؟ فهي حرب كونية. هي لو كانت حوثية إيرانية كان من زمان هزموا، لكن هي حرب كونية. بريطانيا تدعم الحرب في 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 اليمن، أمريكا برضو من تحت الطاولة تدعم الحرب، روسيا والصين يدعمون هذا استمرار الحرب عشان تبيع سلاح وتقضي على العربي، هذا هدفهم في النهاية. سمعت كيف؟ والقضية مش قضية حوثي ولا قضية إيران أصلا، عرفت علي؟ فالحرب. وبعد غير كذا، اليمن تعاني أو تضاريسها مثل تضاريس فيتنام. يعني أمريكا قعدت 10 سنوات وانسحبت من فيتنام لأنه ما قدرت تهزمهم. نفس القضية، التضاريس هي نفسها، تضاريس فيتنام وتضاريس اليمن هي تقريبا متشابهة. الفرق أن هذه غابات سهول، هذه جبال، لكنها كلها تضاريس صعبة. العصابات منتشرة في الجبال، شلون تقدر تصفيهم؟ شلون تقدر توصلهم؟ هذولي ما تقدر توصلهم، تضاريس صعبة جدا. وقلت لك في النهاية حرب كونية، يعني لا يمكن تنتهي بسهولة أولا، سمعت كيف؟ والخاسر في النهاية، صدقني الخاسر في النهاية الجميع خاسر فيها، سمعت؟ الجميع خاسر. الحد الأدنى أن السعودية حمت المنطقة العربية والعمق الاستراتيجي من التبدد الإيراني، هذه القضية المهمة بالنسبة لنا. لا، أنا أعتقد الآن في نوع من الجدية في محاولة إيقاف الحرب يعني بشكل أو بآخر، والوصول ها من طرف الطرفين، يعني بالنسبة للحوثي والطرف، والدليل الحوثي شوف أوقف الآن ضربات الطيارات المسيرة، والسعودية كذلك تعاملت تقريبا بنفس الشكل. ها لا طبعا لا، لأن أنا أقول لك المشكلة إيران بعد المقاطعة الأمريكية ضعف موضوع تمويلها للحوثي أو قل كثير تمويلها للحوثي، عرفت كيف؟ فبالتالي حست إيران طبعا الآن أصبحت محاصرة، عرفت علي؟ وضع اقتصادي سيء جدا، منهار، عرفت كيف؟ لم الحين ما عاد تقدر تمول كثير الحوثي كما كان في السابق، فالحوثي افتقد المصادر الدخل هنا، عرفت كيف؟ هو لما يخسر طيارة واحدة مسيرة محسوبة عليه الطيارة هذه، سمعت كيف؟ ولما يخسر أسلحة وأسرى برضو محسوبة عليه. كان في الأول يوزعون $100 على كل يمني طفل ولا كبير ولا صغير، $100 يأخذ كل شهر مقابل أنه يحارب مع الحوثي. الآن فقدوا هذه العملية، أصبحت ليس هناك أموال
تضخ داخل اليمن وتوزع القبائل. ومشكلة اليمن أيضا قبائل اليمن، قبائل اليمن قبائل الشمالي، قبائل اليمن الشمالي